أستاذ عصام، حضرتك قلت أنه في السنوات الأخيرة كان إنتاجنا السينمائي سنوياً 20، 21، 22 فيلم فقط. ماذا عن استوديوهات السينما والتي هي لا غنى عنها في مصر؟ أين هي؟ موجود طبعاً بعضها، اللي هي الاستوديوهات القديمة يعني المعروفة. هل موجودة بمعنى تعمل؟ شغالة مسلسلات. تعمل؟ شغالة مسلسلات. يعني استوديو مثلاً نصيبيان هو أصابه حريق من عدة أشهر. استوديو الأهرام أين هو؟ موجود. بيشتغل مسلسلات؟ موجود. مسلسلات. استوديو مصر؟ لا، استوديو مصر قفل دلوقتي. يعني استوديو جلال؟ جلال مش موجود دلوقتي. طب يعني هذه الأماكن يعني بتعتبر تراث قومي وطني جميل. صحيح صحيح. محتاجين طبعا استوديوهات أخرى وأماكن كمان للتصوير، نعمل فيها بنية لصناعة. يعني عندنا تجارب بعض البلاد القريبة مننا، إزاي خرجت من العاصمة لبعض المدن أو بعض المناطق. المغرب، الأردن بالضبط، السعودية دلوقتي بقى في مناطق هناك للتصوير الخارجي. للتصوير الخارجي وبتجهزها لده، لأنها جاهزة أن هي ممكن تصوري فيها أي حاجة. عايز عمل تاريخي، عايز عمل استعراضي، عايز عمل أكشن، يعني جاهزة. يعني لو منتج أراد أن يصور مثلا أو أنه ينتج فيلم عن الحضارة الفرعونية، هيحتاج لمكان يعني مؤهل لهذا الموضوع وفي بناء. يعني أظن ما فيش أكتر من ده موجود عندنا. فين ممكن يروح غير مصر يعني؟ بالضبط. وللأسف بيصوروا بره. كل الأفلام اللي بتتصور عن مصر بتتصور بره مصر دلوقتي، ودي مشكلة كبيرة برضو جداً، لأن جداً. هي صناعة متكاملة. يعني أنا مش بس بعمل أفلام مصرية، لا، أنا كمان عايز تبقى مصر مكان مستقطب للأفلام الاستثمارات الأجنبية كأفلام وكمسلسلات وكأفلام وثائقية. ويمكن الأفلام الوثائقية بس هي اللي يعني بتتصور في مصر دلوقتي، لأنه ما ينفعش تتصور. يعني أنا بعمل حاجة عن معبد توت عنخ آمون، مش عارف أعمله غير هنا يعني. فهي بس الأفلام الوثائقية، واللي بيقدر يعملها اللي هي المحطات الكبيرة بس. لكن أنا كمان عايز ناس تانية، عايز بلاد تانية. سينما روائية. روائية ووثائقية ومسلسلات. وعايز يبقى مصر تستقطب، حتى مش لازم تكون بتدور عن مصر. يعني ما هو ستار وورز بنصور في المغرب، اللي هو بيدور في الكواكب الأخرى يعني، أو في مجرات أخرى تماما يعني. أيوة. فإحنا عندنا هنا من الأماكن الطبيعية ومن الاستعدادات اللي ممكن أي فيلم يتصور فيها أفلام خيالية. طب يعني إيه اللي منعنا إن إحنا نعمل ده؟ الإرادة. 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 تشريعات. والتشريعات.